مرحبا واضح، أنا عصام حبار، رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد ومؤسسة. مبادرة خس الجوع انطلقت 2013. هاي المبادرة المسمى تبعها خس الجوع هو كلمة محبة. نحن اليوم لما بنكون فايتين لعند أهلنا، لعند والدتي أو لعند أي حدا قريب لنا، صديق كان، فلما بقول له جوعان أول كلمة بتطلع منه بيقول لي خس الجوع. نحن بنستقبل مواد من العالم، ناس بتجيب رز، ناس بتجيب سمنة، ناس بتجيب لحمة، بنطبخ حسب المواد اللي عم تصلنا. يعني احتمال يصل باليوم عنا 4-5 أنواع طبخ، مو شرط يكون نوع واحد، لأنه المواد بتختلف على حسب المتبرعين اللي عم يجيبوا لنا إياها. التقديم مجاني 100% كامل، ما بنقبل نهائي إنه حدا ياخذ أو يدفع فرنك حق وجبة عم ياخذها. الشريحة المسالفة كل السوريين بكل مكان. اليوم نحن قلنا الصائم واجب علينا، سكبة رمضان واجب علينا لأي حدا اليوم بيطلبها. هي طبعا تعتمد على توزيع الوجبات بشكل يومي. نحن في عنا 4 طرق للتوزيع. عنا أول طريقة اللي هي عابر سبيل، بنحط طناجر موجودة على باب المطبخ، بنقدم أي حدا بده يسكب بنسكب له بطنجرة، بصحن، بأي شيء بده إياه بنقدم له إياه. هي طنجرة عابر السبيل. 2، في عنا الأطباء والممرضين بعدة أماكن بنقدم لهم إياها. 3، في عنا أسر معففة صعب إنها تنزل، بنروح من خلال فريق بيوصل لها إياها على بيوتها. عنا فريق دراجات عم يكون وعم يقوم بهالمهمة، دراجات نارية. في عنا فريق بآخر اليوم بياخذ وجبات وبيفتل بالشوارع للعالم اللي ما قدر يتصل على بيوتها بوقت الأذان. بشتغل الصبح وبخلص شغلي وبعدين بجي لهون. بناتي واعيين يعني شوي، انه صار صف 7 هلا وخامس، انا معهم من 2015 كانوا كتير صغار، ولهلا بكل رمضان ما بقدر انه ما انزل. يعني بحس كتير بالامان بالمحبه هون بالجمعه، بما اني بعيده عن عيلتي بحس انه هون عيلتي، بقعد معهم بحس انه هيك امي ابي اخواتي كلهم جنبي، برتاح كتير بنبسط معهم، فبعطي من قلبي مثل ما هنن بيعطوا من قلبهم كمان. هي السنة كنا كتير خايفين بصراحة، الوضع الاقتصادي كتير كان صعب، كنا خايفين انه ما نقدر نقوم بالواجب مثل الاعوام الماضية. احنا بالعادة كنا نبلش بين 2000-2500 وجبة اول كم يوم، صعودا لل 5000، صعودا لل 7، بنهاية العشر الاخير بنساوي 10000 وجبة يوميا. السنة بلشنا بال 4000 فورا، فكانت سنة خير الحمد لله. اسمعوا مني وشاركوا، ولو مش شرط بمطبخ ساعد، بس اهم شيء انه نحن لو اعطينا ساعه واحده من وقتنا باليوم، نحن خلال سنه عندنا 365 ساعه. يعني انا عمليا قدرت اني انا اقدم شيء لمجتمعي او للمكان اللي انا موجود فيه. كل سنه انتم سالمين. باي.